بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنكمل شابتر 7 اللي هو Design of Shafts and Shaft Components. لاحظت اللحظة حكينا عن الشافت Layout, الأكسل Layout, بعدين حكينا على Design for Stress. اليوم هنحكي Design for Deflection, نأخذ اعتبارات الديفليكشن. الآن طبعاً سويناه المرة فاتت, إحنا حلينا إكزامبل 7-2 وعملنا وي سايز الكريتيكال لوكيشنز فور ستريس, كان عندنا شافت وفحصنا عند كذا مقطع وبناء تم تحديد المقاطع عند نقاط مختلفة. الآن فيل إن ريزنبل سايز استنس فور أذر لوكيشنز. الآن إحنا عند الكريتيكال لوكيشنز فحصنا أو حسبنا الأقطار, بعدين أضفنا الأكتاف. الأكتاف أضفناها بناء على معلومات بنخدها من المصنع تاع الميكانيكال كومبوننتس اللي هي على الشافت, زي الجيرز, زي السبروكتس, زي البوليز, أو حتى البيرينجز. الخطوة الثانية نعمل perform deflection analysis, نتأكد أن deflections والسلوبز ضمن المسموح به بحيث ما يأثرش على الأداء الماشين تحت الدراسة. طبعا deflection of shaft عند سواء كان linear deflection أو angular deflection لازم يفحص عند الجيرز أو البوليز والبيرينجز. تيبل 7-2 معطيني الماكسيم رينجز فور سلوبز اند ديفليكشنز. مثلا ناخذ السلوبز. الان اذا عندي هاي شافت وفي بيرنج هين, في سام لودينج, وصار في ايش ديفليكشن عندي. هاي السنتر لاين تاع الشافت, الشافت صار في ايش سام ديفليكشن. طيب هم كبروا كتير, انا بكون زي هيك معناته لو كان في ترسين طبعا الترس بيكون engaged مثلا مع الترس تاني هين. معناته عندي البيرينجز مهم السلوب, هذا هو السلوب. اذا كان كبير السلوب بيأثر على البيرينجز, معناته مش لازم اتجاوز حد معين. نفس الاشي عند الجير, اذا عندي ديفليكشن حيبعد اسنان الترس, هذا حيبعد اسنان الترس, فبصير الانجاجمنت مش صح بين التروس, وبالتالي لازم ديفليكشن سواء ديفليكشن او سلوب يكون within allowed limits. يعني مثلا في حالة تيبر رولينج بيرينج مسموح له سلوب بين بونت او او 5 لبونت او او 1-2. في حالة مثلا سيلف الايند بول بيرينج, لانها سيلف الايند تسمح المس الايمنت, تحكي يعني مسموح لزاوية اكبر بين بونت او 2-6 لبونت او 5-2 راديانس. طبعا هين الديفليكشن بيعتمد على الديامترال بيتش. ديامترال بيتش يعني عبارة عن تيث بير انش, تيث بير انش يعني القطر حيكون قطر الشافت بيساوي ايش الان على ديامترال بيتش, صح؟ الان وحداتها تيث وهذه تيث لكل انش, ما انا تعطيه وحدة انش بالاخر, مظبوط؟
كل ما بتكبر الديمترال بيتش كل ما بيكون السن انعم، كل ما بتكبر الديمترال بيتش كل ما بيكون السن انعم يعني اصغر، وبالتالي كل ما كان السن اصغر الديفليكشن بس ما فيه بيصير كريتيكال اكتر. يعني كل ما كان السن كبير، هاي سن كبير زي هيك وهاي سن صغير، هذا حساس اكتر للديفليكشن لان المدى تاعه ايش حكون صغير. فكل ما زيد ديمتر البيتش معناته يكون السن انعم، بصير حساس اكثر ديفليكشن، معناته المسموع ديفليكشن اسمه فيه بصير انا مسمح لك لحد 0.005 انش، لكن في حاله السن الخشن سن الكبير مسموح لك ديفليكشن اكثر. اكزامبل 7-2 طبعا ان اكزامبل سأقرا المثال بعدين نتبع مع بعض من الكتاب لانه بده نيوميريكال سوليوشن. طبعا اكزامبل 7-3 استمرار لاكزامبل 7-2. 7-2 احنا وي ديزاين فور ستريس وبيز نور ديزاين فور ستريس وي كالكوليت دايمترز دي 1 دي 2 لحد دي 7 ونتائج الديزاين فور ستريس اعطتنا الديفليكشنز دي 1 ودي 7 ودي 2 ودي 6 ودي 3 ودي 5 ودي 4. هذه الكالكوليشنز بيزد على ديزاين فور ستريس. مش هخش في تفاصيلها الان، انت يعني انت ممكن تكملها لانه بدي احس محاضرتين ثلاثه عشان امسك واحده واحده، بس انا حكيت لك الفكره تاعتها. الان المطلوب تشيك ديفليكشنز والسلوبز. الديفليكشنز والسلوبز حتكون كريتيكال وين عند الجيرز عند البيرنجز، عند الجيرز وعند البيرنجز. اذا فاكرين كانت البيرنج بي الريديال لود اعلى بكثير من الريديال لود عند الاي. طبعا نتيجه فحصك للديفليكشنز اعمل ما يلزم من تغييرات، كبر الاقطار او اعمل ما يلزم من تغييرات، ممكن تغير الماتيريال او تغير الماتيريال والاقطار. الان طبعا هذا محتاج سوفت وير، ممكن تشتغل على سوليد وورك، تشتغل فاينات اليمنت او تستخدم امسس. خلينا نشوف الكتاب حاله عن برنامج صغير. استخدم برنامج واشتغل في المستويين اكس واي بلين والاكس زد بلين وحط اللودز في الاكس واي بلين واللودز في الاكس زد بلين، ويعتبر انه كانه شافت عليه اللودز في الاكس واي بلين واللودز في الاكس زد بلين، بعدين عمل لهم ايش فيكتور سم عن ديفرنت لوكيشنز. فرسم اول شيء هذا الشير دياجرام، شير دياجرام، بعدين المومنت دياجرام، بعدين السلوب، بعدين الديفليكشن. شير مومنت سلوب ديفليكشن في الاكس والواي زد بلين، بعدين عملهم سوبربوزيشن، يعني اخذ عند نقاط مختلفه جاب التوتال. طبعا هو جاب التوتال ايش سوى؟ عمل تيبل point of interest النقاط الحرجة left bearing slope و right bearing slope في عند ال x y x z plane وال x y
بلين بنحكي عن سلوب. هاي السلوب في الاكزيت بلين والسلوب في الاكس واي بلين الناتج عن السوفت وير. الفيكتور سام حتكون جذر التربيعي لمربع هذا المربع هذا اللي هو العمود التالي اللي هو هذا التوتال ايش؟ سلوب. هذا التوتال سلوب بالديجريز او بالراديانز. نفس الشيء سواه عند الرايت بيرنج سلوب، هذا السلوب في الاكس دي بلين وهذا السلوب في الاكس واي بلين، وجاب النت اللي هي الفيكتور سم. وجاب في عندي جير على الشمال وفي جير على ايش؟ على اليمين. جاب السلوب عند الجير الشمال عند الجير اليمين في مستويين، بعدين جاب فيكتور سم. ونفس الشيء جاب الديفليكشن عند الليفت جير والديفليكشن عند الرايت جير. الان راح على تيبل 7.2 اللي هو هذا التيبل 7.2. خلينا نكتب الارقام هذه عشان نرجع لها بسهوله. ده كان الليفت بيرنج سلوب والرايت بيرنج سلوب والليفت جير سلوب والرايت جير سلوب والليفت جير ديفليكشن والرايت جير ديفليكشن النت اللي هو العمود هذا. عندي في الاول واحد بونت او بونت او او 501 الثانية بونت او او 1 بعدين 4 3 ولا 4 3 ايوه 4 2 6 الرابع الخامسه 0017.00 17 لا غلط 0091 5 5 والأخيرة 0017 5 7 5 7 نشوف تيبل 7.2. طبعا احنا حكينا الراديال لود عند البيرنج بي عالي كتير، هو متوقع انه اختار اشي بيرنج نوعية تتحمل راديال كبير اللي حتكون سلندريكال مثلا رولر بيرنج. فلو انا حكيت عندي سلندريكال رولر بيرنج مسموح لي بين بونت او او 8 لبونت او او 1.2 راديانز. لاحظوا انا وذن ايش؟ انا حيكون ايش؟ وذن رينج، يعني جاي على اطراف هنا تقريبا وذن رينج. طيب الليفت بيرنج ممكن تكون رولر بيرنج او ديب جروب بيرنج، يعني حكون برضو ايش؟ بونت او او 5 برضو وذن رينج. الليفت جير سلوب نحكي على الجيرز مسموح لي، يعني انا عندي الليفت جير سلوب سبار جيرز لازم يكون السلوب اقل من بونت او 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 5 راديانز، وهذا اقل صح؟ واللي تحت اقل.
بالنسبة للديفليكشن، للديفليكشن طبعا ما فيش عندي معلومات على الجير حاليا، بس واضح، واضح من ال يعني لو لو اعتبرت حالي في الأول أكيد أنا أقل من هذا، صح؟ أقل من الأخير، وأقل من الأخير، أقل منهم كلهم، معناته أكيد فت، أكيد فت. فأنا في فحص الديفليكشن والسلوب ما في مشكلة عندي لحتى اللحظة. طيب الآن لو طلع عندي مشكلة كيف أعمل adjusting the diameters for allowable deflection if any deflection or slope is larger than allowed. إذا كان ال deflection اللي أنا حسبته أو ال slope أكبر من المسموح به مطلوب نغير الأقطار، لأن ال I إذا بتلاحظوا أنا إذا عندي bending sigma بشكل عام بيساوي ام سي على اي، صح؟ بشكل عام الاي بيساوي باي دي باي على 64 دي اس 4، معناته بقى بتتناسب مع القطر للاس الرابع، معناته الاي بتتناسب مع قطر اس 4. النيو دياميتر اللي انا اقترحه نتيجه انه عند لوكيشن معين كان السلوب او ديفليكشن اكبر من المسموح فيه، القطر المقترح دي نيو بيساوي دي اولد، مثلا القطر حاليا مثلا 1 انش اللي انا حسبت عليه وطلع ديفليكشن فيه اكثر مسموح، هتكون دي نيو بيساوي دي اولد ان دي ديزاين فاكتور. في الواي اولد الديفليكشن انا حسبته الحالي على واي الاول، انا بحكي له ممنوع تتجاوز الليمت هذه، هي هذه واي الاول اس 1 على 4. نفس الشيء بالنسبه لايش؟ للسلوب، دي سلوب بيساوي دي اولد فاكتور في سيفتي في السلوب الاولد على السلوب الاول. الآن إحنا we determine largest d new على d old وبضرب كل الأقطار بهذه الريشيو، بضرب كل الأقطار، بعدل كل الأقطار بهذه الريشيو. هنشوف example 7-4. For the shaft in example 7-3 it was noted that the slope at the right bearing is near the limit for a cylindrical roller bearing. مطابق كانت بس قريبة من ايش؟ من الليمت. هاي الرايت بيرنج. على الحفة يعني جاي. Determine an appropriate increase in the meters to bring this slope down to 0.005. معناته السلوب allowable ايش بيساوي؟ السلوب allowable المسموح اللي فيه معطيني اياه 0.005 radians. هذا allowable slope عند الرايت بيرنج، لكن انا اللي حسبته اكم كان 0.001. نرجع للجدول، في حاله سلندريكال رولر بيرنج انا عندي السلوب، انا عندي هنا مسموح بين 0.008 ل 0.012، لاحظين يعني قريب من الليمت هذه، فهو حاط لي ليميتيشن، حكى لي انا مسموح لك عند الرايت بيرنج السلوب ممنوع يزيد عن 0.005، معناته مضطر اعمل ايش؟
لاحظ هذا الاسلوب اقل ولا اكثر؟ اكثر. يعني تخطى الاسلوب، معناته بدي اعدل، معناته بدي اعدل. عشان اعدل بدي اعمل ادجست، بدي احكي دي نيو ساو دي اولد في ان ديزاين في السلوب اولد على السلوب اللوابل اس واحد على اربعة. طيب ال دي نيو عند الرات بيري كم كان؟ واحد انش. ال اولد كان واحد انش. دي نيو بساوي دي اولد واحد انش، ان دي اللي حكينا واحد مش هنغير فيه، في الاس اولد اللي هي بوينت او واحد صفر تسعة خمسة على سلوب الالاو اللي هي بوينت او خمسة اس ربع. كم تطلع؟ يعني ممكن احكي دي نيو على دي اولد ايش يساوي؟ مش كاريشو. كم تطلع؟ نفس الريشو صاير حتى لو مش واعي اي شيء، انا ما اقدر ريشو. كم تطلع هذه؟ واحد بوند 2.16 الريشو. معناته انا حضرب كل الاقطار في دي نيو، في دي نيو على دي اولد. يعني انا عندي الاقطار، نرجع للمساله، حضرب هذه، يعني حصير دي واحد دي سبعة تساوي واحد بونت 2.16. هذا حتكون واحد بونت أربعة في واحد بونت 2.16. هذا حتكون واحد بونت 6.25 في واحد بونت 2.16. وهذا حتكون 2 في واحد بونت 2.16. بتصير عندي أقطار جديدة. طبعا التعديل الجديد بيخليني ما اتجاوزش الليمت عند الرايت هاند بيرنج، وانا ما قبلت هذه اساسا، انا within limits عند الاذر لوكيشنز، لكن لما زودت القطب معناته انا برضو اكيد within the limits. بالنسبه للديفليكشن بس اعمله على سوفت وير وخلاص، يكون افضل يعني لما اجي اصمم؟ لانه حياخذ وقت طويل. طبعا هذا بتاخذ الشافت وبتعتبره سيملي سبورتد، تعمل السبورتين سيمبل سبورتين. يعني اول شيء انت يو جنريت جيومتري، مثلا جنريت مثلا على السوليد وير، بعدين تنقلها مثلا ستيب فايل بتجيبها على الانسس، او حتى ممكن تسويها على السوليد وير مباشره، بيعمل فانات اليمنت، بيعمل لك ستريس تو ديفليكشن اناليسيس، تعمل ترسم الجيومتري بعدين بتعمل فانات اليمنت اناليسيس. طبعا تحط الكونسترينز انك هين سيمبل سبورت وهين سيمبل سبورت، بتحط اللودنج اللي جاي من الجير هين واللودنج اللي جاي من الجير أربعة، عندها جير ثلاثة وجير أربعة، تحط اللودنج عليه وبتعمل بروسيسنج، بتطلع لك النتائج بما فيها ستريس وديفليكشن، وبتاخذها ايش؟ جاهزة. طبعا إذا أنا بدي أعمل ديفليكشن بالطريقة الحسابية التقليدية، إذا فاكرين في علاقة بين بشابتر أربعة، بشابتر أربعة العلاقة بين الديفليكشن والمومنت، مظبوط؟ فاكرين المعادلات؟ أيوة، خليني أفرجيكم إياها. نروح للكتاب، شابتر أربعة، إذا فاكر المعادلة هذه M على EI بيساوي دي سكوير واي على دي إكس تربيع.
الآن أول شيء المومنت عندك هتكون متغيرة as a function of x، هاي واحد. اثنين الآي متغير as a function of x لأن عندك الستيب شافت فهتجزئه تعمل فانات ديفرنس، هيكون متعب كتير، هياخد وقت طويل كتير، مش هتحصل على الدقة اللي بدك إياها. عشان في حالة لو كان الشافت مثلا الكروس سكشن تاعه ثابت بيمشي الحال، استخدم الطريقة هذه. بس إذا كان الجيومتري فيها كيويز وفيها المقطع متغير بدك تستخدم السوفت وير أصعب. بس في النهاية هي البيزك إيكويشن، أم على آي بيساوي دي سكوير واي باي دي إكس سكوير. طبعا لما تيجي شافت عندك بالشكل هذا عندك الاكس وهاي الواي، وعندك هين لودينج صم لودينج وهين صم لودينج. معناته هتدرس يعني هتيجيك ام على اي اي تساوي دي سكوير واي باي دي اكس سكوير. معناته الام هتيجي تعمل بلوت للبندنج مومنت دياجرام، بندنج مومنت دياجرام، فبتجيب الام از ا فانكشن اوف اكس. طبعا في عندك هين عندك عندك من هين لهين هاي مرحله، من هين لهين مرحله، من هين لهين مرحله. معناته هيكون في ثلاثه فانكشنز للام، هاي واحد. اثنين القطر هين متغير، معناته عندك من هين لهين في اي يعني حتجذب، لان هذه مختلفه يعني عندك هذه نحكي على الاي لحالها، الاي لحالها من هين لهين هاي سكشن 2 3 4 5. لما تدخل مومنت على الخط هاي عندك واحد، هاي اي مع مومنت، هاي مع مومنت، وهين طبعا المومنت متغير يعني حتكون عندك من هين لهين ومن هين لهين ومن هين لهين من هين لهين من هين لهين لحد هين لحد هين. كم صار؟ 1 2 3 4 5 6 7. نقدر نسويها هيك كم ساعة زمن بتخلصها. سوي، حاول تسويها. فهي الطريقة بالشكل هذا. فأنت حيكون عندك ال سمي هذه الفترة واحد، هذه واحد، هذه اثنين لحد سبعة. حتعرف الأم واحد اثنين ثلاثة أربعة، وتعرف الآي هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة. ولما تعمل انتجريشن تعمل انتجريشن ال هو عندك دي واي باي دي اكس بيساوي تكامل ام على اي اي مثلا من صفر لواحد المنطقة هذه، بعدين نفسه من واحد لاثنين، نفسه من اثنين لثلاثة، بعدين من ثلاثة لاربعة، من اربعة لخمسة، من خمسة ستة، ستة لسبعة، وهكذا بتعمل انت بتجمع. يعني هيكون عندك حوالي في الحالة اللي رسمها حوالي سبعة انتجريشنز هيكون عندك اللي فيها متغير الاي والمومنت. جاوبتك على سؤالك؟ طبعا الانجل ديفليكشنز نتيجة عليه بيكون عليه تورك الشافت، فبيصير فيه انجولر تويست، بيصير فيه عندي ديفليكشن باتجاه الزاوية. طبعا اذا عندي ستيب شافت بتتغير عندي الاي
وقد يتغير التورك نفس الشيء. التوتال ديفليكشن تقريبا ثيتا بتساوي السم اوف individual deflections for each portion of the shaft. إذا عند البورشن عند 4-5 ستبات بيكون الديفليكشن لستيب واحد زائد ستيب اثنين زائد ستيب ثلاث زائد ستيب أربعة وهكذا. اللي هو حيكون التورك فور ستيب اي في اللينث تاع ستيب اي على الجي، طبعا حيكون على أغلب نفس المتير الجي اللي هي مودس وجيتي على الجي اي. الآن التجارب أثبتت إنه هذه المعادلة تعمل لي slightly underestimate the angular deflection، يعني المفروض يكون deflection مثلا واحد radian، هي مثلا تطلع لك 9.95 مثلا، ففي عندي slight underestimation of deflection، بس مثل ما هذا انها ايش؟ سهلة. الان الكريتيكال سبيد فور شافت، الان احنا سو فار فحصنا ايش؟ عملنا الاكسل لي اوت اسمبلي للشافت، عملنا ديزاين فور ستريس، عملنا ديزاين فور ديفليكشن، وي هاف تو تشيك اجينست بوتنشال ريزونانس انه ممكن يصير عندي ايش؟ رنين. A shaft with mass has a critical speed at which deflections become unstable. الشافت أو أي جسم في الدنيا بيكون له عدد لا نهائي من الهارمونيكس أو الناتشرال فريكونسيز. عدد لا نهائي من الهارمونيكس أو الناتشرال فريكونسيز. وفي عندي بيكون مؤثر خارجي، مؤثر خارجي له فريكوانسي معين فورس او لود، اللود الخارجي بيكون اثر على الميكانيكال كومبوننت بفريكوانسي معين. اذا تطابق الفريكوانسي للمؤثر الخارجي مع احد الترددات الطبيعيه للجسم تحت الدراسه بيصير ريزونانس. ايش يعني ريزونانس؟ بيصير الامبليتيود يزيد، اللي هو الارتفاع الهذا يزيد بشكل جنوني، بيكبر 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 وبيصير فيلير. وفي حالات كثير عالميا يعني السبب الفيلير ما كان الستريس ولا الديفليكشن، كان صار ريزونانس. اذا بتطلع على اليوتيوب في فيديوهات كثير بتورجي ظاهرة الريزونانس، في جسور انهارت بسبب الريزونانس. كتير من الميكانيكال كومبوننتس زي السبرينجز بتاعت اللي بتفتح وبتسكر الصمامات الانجن كان يصير فيها ايش؟ ريزونانس، ويصير كسر فيلر لها. بتاخذوا حاليا فايبريشن؟ يعني مصطلحات مش غريبة عليكم. طيب عشان اضمن طبعا الان في عندنا لاي جسم في له يعني في له الفيرست ناتشرال فريكوانسي، في له فيرست وسكند وثيرد وفورث، له انفينيت نمبر اوف ناتشرال فريكوانسيز. مثلا بس الفرق بين الفيرست ناتشرال فريكوانسي والسكند ناتشرال فريكوانسي بيكون كبير جدا. مثلا لو حكينا الفيرست ناتشرال فريكوانسي كان 1000 ار بي ام، الثاني مثلا ممكن يكون 10,000 20,000. اذا الثاني مثلا 10,000 الثالث بيكون 10 مليون. بيبعدوا كثير يعني مثلا هي اول واحد هين، الثاني هين، الثالث هناك، الرابع بعيد كثير. الفرق بين الفيرست والسكند كبير. فاحنا بشكل عام بهمنا انا عشان ابعد عن الفيرست نيتشر فريكونسي لازم اكون اقل بكثير منه، أو جاي بين الفيرست والسكند. طبعا عشان أكون جاي بين الفيرست والسكند يعني نادر تجد ماشينز بالسرعات العالية جدا، تكون السرعة عالية جدا جدا جدا. طبعا تنتج مشاكل تانية عنها. يعني اللوست كريتيكال سبيد اللي هي اللوست ناتشرال كريتيكال سبيد للشافت
لازم يكون اتليست ضعف الاوبريتنج سبيد. يعني اذا كانت الاوبريتنج سبيد 1000 ار بي ام المفروض يكون الفيرست نيتشر فريكوانسي للشافت اكبر من 2000، اكبر من 2000 بدي ابعد، بديش اقترب من الفيرست نيتشر فريكوانسي للشافت. هذا الراجل بيصير عندي ريزونانس. والماثيماتيكال ديفريفيشن مر عليكم في الـ في الـ في, الـ كيف بيصير ريزونانس. في محاضرات، في فيديوهات في تاع الفيزيكس اللي ام اي تي عمل محاضرة ممتازة على الريزونانس اذا تحضروها. طيب اذا عندي سيمبلي سبورتد شافت، يعني عندي شافت سبورت من الاطراف والقطر تاعه ثابت، القطر تاعه ثابت، الفيرست ناتشرال انجلر سبيد، ما هي الانجلر سبيد ريليتد للفريكوانسي في الاخر، يعني هي هي نفس الشيء، اوميجا واحد صار باي على ال الكل تربيع، جذر تربيع ل اي اي على ام، وبتساوي طبعا الماس حولها يعني حول الماس عندك اريا في سبيسيفيك ويت على جي تعطيني ايش الماس. باي على ال كل تربيع في جذر تربيع على اي اي ام بيساوي باي على ال كل تربيع جذر تربيع على جي اي اي على اي جاما. الباي هي الباي، ال هي ايش طول الشافت، الاي المودولس بالاسيستي، الاي الموت بنيرشا للمقطع، الام الماس تاعت الماس برنت لينث للشافت، والجي الجرافيتي اللي هي في حاله المتر كينس 9.8، والجاما السبيسيفيك ويت، السبيسيفيك ويت للميه كم؟ 9.8 بحكي ويت. سبيسيفيك ويت صحيح. السبيسيفيك جرافيتي لها واحد، السبيسيفيك ويت 9.8، لان السبيسيفيك ويت اللي هو بيساوي سبيسيفيك جرافيتي في ايش؟ في جي. هذا عندي الاوميجا واحد الفيرست نيتشر فريكونسي للشافت سيملي سبورت ات ذا اندز، والمقطع تاعه ثابت. لحتى المعلومات بالنسبه لكم في شيء جديد. For a group of attachments, Rayleigh's method for lump masses gives. إذا عندي يعني الشافت عبارة عن مجموعة attachments، يعني كأنه قطع مصرة في بعض. الآن انتبهوا هنا المشكلة في الرموز اللي استخدمها الكتاب. يعني هنا عندي هذا أوميجا، اكتبها زي هيك. إذا بكتب وزن هذا ويت، هذا انجلر سبيد، بيختلفوا عن بعض. يعني هذا سبيد وهذا ايش؟ ويت. اذا عندي جروف اتاشمنتس، يعني هاي يعني هاي الشافت ممكن اعتبره عبارة عن attachments. وهذه وزنها W1 و W2، هذه ايش W مثلا N. الفيرست نيتشر فريكوانسي لهذا الشافت هيكون جي في الصميشن دبليو اي اللي هي الويت للاتاشمنت اي للديفليكشن تاع واي تاع واي اي على الصميشن الوزن اي في الديفليكشن واي اند اي الكل تربيع. الدبليو اي هي الويت اوف ذا اث at of the eth location will y i deflection at the eth body location.
الان خليكم هذه دكتور معادلات انا عشان عندي اوميجا عندي هين اوميجا واحد يساوي باي على ال الكل تربيع الجذر التربيعي لجي اي اي على اي في جاما هذه معادلة 7 22 هذا شافت شافت سيمبلي سبورتد شافت يونيفورم كروس سكشن يونيفورم كروس سكشن سيمبلي سبورتد شافت يونيفورم كروس سكشن معادلة 7 23 عندي شافت انا مجزئه قطع اللي عندي هي اوميجا 1 بتساوي الصميش الجذر التربيعي لجي صميشن دبليو اي واي اي على الصميشن دبليو اي واي اي تربيع هذه 7 23 طبعا الكويشن 7 23 مش ضروري يكونوا مش ضروري الاتاشمنت يكون لهم ايش نفس الكروس سكشن يعني ممكن تكون يعني هاي اتاشمنت هاي قطر اتاشمنت الثانيه اكبر الثالثه اصغر اكبر وهكذا الكويشن 7 23 هذه كان بي ابلايد تو ذا شافت اتسلف باي بارتيشنينج ذا شافت انتو سيجمنتس يعني ممكن اعمل اجزئ الشافت انتو سيجمنتس طبعا اجزئ انتو سيجمنتس بكون اعملها سيجمنتيشن according لللودز الموجودة فالأوميجا واحد الأوميجا واحد هتكون نفس المعادلة 7 23 للشافت هذا اللي أنا قسمته segments طبعا هذه W1 W2 W3 W4 W5 W6 وعند واحد في deflection Y1 deflection Y2 deflection Y3 deflection Y4 Y5 Y6 منها بجيب إيش الأوميجا واحد عندي سيمبلي سبورتد شافت عندي هين بيرنج عندي هين بيرنج وفي عندي يونت لود يونت لود يعني لود قيمته واحد يونت لود قيمته واحد طبعا الرسمه هذه مش مظبوطه المفروض هذه تيجي لحد هين لحد البيرنج اطلعت على الاديشن اللي في الكتاب نفس الغلطه مش مصلحها الآن هذه نسميها AJ هذه BJ يعني هذه النقطة J وفي هذا الـ X axis هذا الـ Y axis وبدي أحسب الديفليكشن اللي ببعد XI الديفليكشن هذا بوينت اي يعني بدي احسب الديفليكشن ات بوزيشن اي ديو تو لود ات بوزيشن جي يعني لو نحكي انا دلتا اي جي الديفليكشن ات بوزيشن اي ديو تو لود ات بوزيشن جي طبعا لابن لسات الكتاب اذا تروح سيمبل سبورت بيعطي لك المعادله هتكون دلتا اي جي بيساوي بي جي اكس اي على 6 اي اي ال في ال تربيع ماينس بي جي تربيع ماينس يعني في معادلتين في اذا في الفتره هذه معادله والفتره هذه ايش؟ معادله ثانيه في حاله هذه اكس اي اقل برضه في خطا هنا في الكتاب اقل نسميها اي اي طب ما انت مسميها هين اي جي صح اكس اي اقل من اي جي هين اكس اي اكبر من اي جي واضح طيب المعادله هذه مصدرها اذا بتروح على الابندكس في الكتاب
طيب اللي هي الحالة هذه الحالة معطينا معادلة للديفليكشن واي في الفترة من A إلى B وواي في الفترة من B إلى C. يعني المعادلة بتساوي FBX على 6 EIL في X تربيع زائد B تربيع. طلع المعادلة هكتبها أنا الواي اي بي بتساوي اف بي اكس على 6 اي اي ال في اكس تربيع زائد بي تربيع زائد بي تربيع ناقص ال تربيع. والواي بي سي بتساوي اف A في L minus X على 6 E I L في X تربيع زائد A تربيع minus 2 L X. طيب في حاليا بيطلع في اللي هو زي الكمبريسرات فكره جديده بيهدوا مباني يعني ببساطه جدا انه بيخلي very small amplitude very high frequency pulsations على قطعه البطول على المطرح بتك مع كلها. طبعا عشان تعمل pulsations بالشكل هذا الها تكنيك معين. فهو اللي بيصير انه هو بيحاول يرفع يحط امبوز اللي هو الامبوز اللود وذي فريكونسي قريب او مساوي للايش؟ كريتيكال فريكونسي للبطون. بيصير فيلير سريع. طيب هذه المعادله، المعادله الثانيه بكفينا المعادله الاولى. طلع نفس شكل المعادلة هيها F اللي هي ايش؟ من اليونت لود عندي قيمته شو تساوي؟ واحد مظبوط؟ اليونت لود بس قيمته تساوي واحد. في B هاي بي جي اللي هي هذه في اكس اي اللي هي ايش؟ اكس على 6 اي اي ال في ال تربيع في ال تربيع بس هو ناقصها عكس الاتجاه في ال تربيع ناقص بي جي يعني ضرب هذا في ماينس في ال تربيع ماينس بي تربيع ماينس اكس تربيع نفس المعادله. فالديفليكشن ات اي ديو تو يونت لود ات جي معطى بالعلاقه هذه. خلي المحاضره الجايه بنكمل. يعطيكم العافية.